صباح الخير. في سؤال دايما بيتسأل لي او في المطلق هو سكيورتي اخرها ايه او انتوا عاملين ايه في السكيورتي؟ هي السوك فانكشن شغاله كويس ولا مش شغاله؟ احيانا بيبقى البورد او السي ليفل بيبقى عايز يعرف شويه انسايتس كده، هو احنا الدنيا ماشيه كويسه في السكيورتي ولا احنا مش ماشيين بطريقه كويسه. كم فتره بدات اعمل ريسيرش، يعني ايه احسن طريقه اقدر ابريزنت بيها الليفل اوف سكيورتي اللي موجوده في المكان، البوتنشال ريسكس اللي هي هل انا اقدر اشوفها بدري شويه قبل ما تحصل. طب انا عايز احسب الموضوع ده بارقام، فكان من الحاجات اللي بدات تظهر قدامي ان انا ابدا اشوف طب ماتريكس، طب كي بي ايز، طب ايه بالظبط. حد هنا استخدم الكي ار ايز قبل كده في الشغل بتاعه؟ طيب لما حد بيتسال السؤال السكيورتي في الاورجنايزيشن عامله ازاي، يعني بيحاول يفكر، يعني لو عايز يجاوب اجابه في 3 دقائق او يبص على مجموعه من الارقام او يبص على داشبوردز، ايه الداشبوردز اللي بتبقوا حابين تبصوا عليها علشان تقدروا تعرفوا الستيتس بتاعه السكيورتي بتاعه المكان؟ في حد في دماغه تصور معين؟ فاعتقد ان السيشن هتبقى شويه مفيده في الجزئيه دي. انا الاول هدي باك جراوند عن الريسك مانجمنت بسرعه كده في 3 دقائق، بعد كده هتكلم شويه عن الكي ار ايز اناتومي ومعناها، وهدي في الوسط كده اكزامبل صغير عنها، بعد كده هكمل بقيه الشرح بتاع الكي ار ايز، الايدنتيفيكيشن بتاعتها هي عباره عن ايه، اقدر اكريتها ازاي، وبعد كده هدي مجموعه كبيره من الكي ار ايز بحيث ان دي بلاج اند بلاي، يعني ممكن بكره الصبح بعد ما نروح الشركه نبدا نستخدم الكي ار ايز دي، نبدا نحسب الفاليوز، يعني نبدا نكريتد ونحاول نلم المتريكس بتاعتها لو الداتا افيلبل، ونبدا نحط الكي ار ايز دي انتو اكشن بيزد طبعا على لو في previous risk assessment موجود والريسك مانجمنت بروسيس لو هي اصلا ان بليس. طيب بسرعه كده تريت كونسبت سريعه. اوكي يعني دي بس ريفريشنج، يعني الاسيت هي الحاجه اللي انا بحاول احميها، مثلا زي الكاستمر بيرسونال انفورميشن داتا بيز، دي الاسيت اللي انا بحاول بروتكت في الشركه، فدي الاسيت. الفولنربيليتي هي الثغره او الويكنس او الجاب اللي الاتاكر ممكن يستخدمه، فور اكزامبل السيكوال انجكشن، فدي ثغره. طيب الثريت دوت هو الاكشن اللي بيتاخد على الثغره، يعني الاكسبلويتيشن علشان اسرق الداتا. فانا مثلا ان انا لما ستيل الكاستمر ليست دي هي ثريت، يعني ثريت الحاجه اللي انا خايف منها ان حد يسرق الداتا بتاعتي من خلال السيكوال انجكشن. طيب الحاجه الريسك بقى نفسه ايه؟ هو بس عشان نبقى كلنا اون ذا سيم بيج، تعريف الريسك نفسه، الريسك هو الاكسبلويتيشن، يعني الريسك هو الفانكشن بتاعت ان الثريت يعمل exploitation vulnerability علشان وفي الدمج بقى يحصل. فالخوف، يعني الخوف من الحاجة هو ده الريسك، ان مثلا الريبيتيشن بتاعتي هي تتهز، هو ده الريسك، مش السيكوال انجكشن هو الريسك ولا عملية السرقة هي الريسك، لكن الريسك هو الناتج اللي حصل او الناتج اللي انا خايف انه يحصل من exploiting vulnerability. فده الديفينيشن بتاع الريسك عشان برضو نبقى متخيلين ايه الكونسبتس اللي احنا بعد كده هنبني عليه. فده اللي هو زي مثلا loss of confidentiality او reputation damage، ان مثلا تحصل الانسيدنت، خلاص حصل exploitation، الداتا اتسرقت اتحطت على الفيسبوك، فايه الدمج؟ فده خلاص ايه اللي حصل؟ ان الريبيتيشن بتاعت المكان اتهزت، فده الريسك، ده الخوف الاخير اللي بيحصل. ففي الاخر انا عندي الريسك
الريسك كالكوليشن، انا بقدر اعرف الريسك قد ايه او حجمه قد ايه عن طريق ان انا هي ايكويشن بيكون موجود فيها قيمه الاسيت في الثريت في الفولنربيلتي، بقدر اعرف منها الفاليو بتاع الريسك. typically في الorganizations بيكون في حاجة اسمها risk management framework، وrisk management framework دوت هو الإطار اللي أنا بشتغل فيه جوه الorganization، عن طريق إن أنا أول حاجة بidentify risks الموجودة، identify assets، أعمل analysis للvalue بتاعت الasset، business impact analysis، بعدين أبدأ أحط controls بتاعتي علشان الكنترولز ديت هي اللي هتقلل الريسك، وبعدين يتبقى لي ريزيدوال ريسكس ابدا او ريزيدوال ريسك اللي هي القيمه اللي فاضله هبدا اتحرك ان انا اقعد اقفلها، او ان انا هيبقى في ريسك اكسبتنس على الفاليو اللي موجوده ديت. طيب ده تيبيكالي المفروض بيكون موجود عندي في الاورجنايزيشن، ويكون عندي في الاخر ريسك ريجستر موجود في كل الريسكس اللي هي كانت حصل لها ايدنتيفيكيشن، ايه الاكشنز اللي المفروض اعملها، الاكشنز بلانز بتاعتها وهكذا. طيب ايه بقى الكي ريسك انديكيتورز؟ خلاص كده احنا خلصنا الجزء بتاع الباك جراوند. الكي ريسك انديكيتور نفسه هي مجموعه من الميتريكس او الميجرمنتس اللي انا اقدر من خلالها ابريدكت ايه المشاكل او ايه الريسكس اللي هتحصل لي في الاورجنايزيشن. فهي في الاخر مجموعه من الارقام انا اقدر لما احسبها اعرف هو بيزد على الرقم دوت كده انا ممكن يحصل لي اكسبوجر معين، او بيزد على الارقام دي انا ممكن ابقى متعرض ان 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 الكونفيدنشاليتي بتاعتي تتهز، او ان انا الريبيتيشن بتاعتي تتهز. فده الاطار اللي انا ببقى بتكلم فيه، او ده النتيجه اللي انا عايز اعرفها في الاخر، ان انا لما اشوف الارقام دي اعرف ان انا كنت في ستيت كويسه ولا ان انا داخل على مشكله. طيب ليه بستفيد بالكي ار ايز؟ طبعا بتساعدني في الريسك اسسمنتس، ان هي بتبقى مبينه الفاليوز بتاعه الريسكس الموجوده، طبعا برو اكتيف لان انا بشوف الارقام بعرف ان انا رايح بتحرك ناحيه اتجاه كويس سيف، ولا رايح بتحرك ناحية potential exposure أو potential risk ممكن يحصل لي. تاني حاجة إن أنا ممكن لما بقرأ KRIs ببدأ أفهم، طيب هو أنا الأرقام اللي أنا حطيتها الريسك أبيتايت بتاعي مظبوط؟ أنا الأكسبتنس ليفلز بتاعتي مظبوطة؟ هل أنا المشاكل بتاعتي ديت حقيقية فعلا تستحق ان انا اقلق عند الليفل ده، ولا انا محتاج ان انا لا انا الدنيا كويسه، انا الفاليوز اللي انا خايف منها دي مش منطقيه. فابدا اقدر افهم الاورجنايزيشن اصلا ماشيه ازاي، وافهم انا في خطر ولا الدنيا كويسه، وانا الاكسبكتيشنز بتاعتي عن الريسك ليفل بتاعي صح ولا لا. اخر حاجه طبعا ان انا التريندنج كي ار ايز لما بلاقي حاجات بتنور كتير احمر او انا عندي مشاكل كتيره فببدا اعرف اعمل الانفستمنت بتاعي في انهي مكان. طيب الكي ار ايز لازم محتاجه هاي كواليتي داتا ان انا اقدر علشان اطلع الكي ار ايز اطلع الانديكيتورز ديت، محتاج الداتا اصلا بتاعتي تكون سليمه، لان الداتا لو هي فيها مشكله خلاص انا ببني يعني جاربج ان جاربج اوت. لازم كل فترة أبدأ أبص على الـ KRIs وريفيوت، هل الـ KRI ده أصلاً ليه لازمة ولا ملوش لازمة، يعني هل ليه معنى ولا ملوش معنى أصلاً، أسيبه ألغيه أغيره أغير الثريشولد بتاعه. آخر حاجة أو آخر حاجتين طبعاً أنا لازم أبريتريز الـ KRIs، مش زي يعني ممكن يكون الريسك ريجستر عندي، أنا عندي 200 ريسك موجودين في الأورجنايزيشن و 3000 KPI موجودين، لكن في الآخر الـ KRIs بيكونوا يعني ماكسيمم للاورجانيزيشن كبيره جدا 100، لكن تيبيكالي بيكونوا حوالي 20-25 كي ار اي، دول اللي انا بقدر احطهم في الاخر في داشبورد واطلع بيهم لما اجي في بورد ميتنج او اجي في ديسكشن انترنال، يا جماعه احنا دي السيتويشن او دي الفاليوز بتاعت الكي ار ايز بتاعتنا دلوقتي، ف هنتحرك ازاي. فكل ده بيكون محتاج شويه ان انا ابقى محدد في عدد الكي ار ايز، لان هي في الاخر دي حاجه بتستخدم فور اكزيكتيفز كمان. لازم لكل او مش لازم يعني يستحب للكي ار اي ان انا ما بقاش دايما يا اما ريد اليرت يا اما لا الدنيا كويسه، فاحيانا بيبقى في امبر اليرت وبعدين ريد اليرت، اللي هو انا كده دخلت في منطقه الخطر او انا فعلا في خطر حقيقي.
هدي اكزامبل كده سريع وبعدين اكمل الـ الشرح بتاعي ازاي اكريت الكي ار اي، وبعدين هبدا اقول الكي ار ايز اللي هي ممكن نستخدمها في الاورجنايزيشن بلاج اند بلاي يعني. طيب اكزامبل ان انا عايز ابص على البرسنتج اوف انسيدنتس وير كاستمر بيرسونال داتا از بوت ات ريسك. طيب انا عندي مجموعه من الانسيدنتس في الانسيدنت مانجمنت زي مثلا 100 انسيدنت، لقيت ان في نسبه يعني في جزء من الانسيدنتس دي انتهت او حصل خلاص اكسبوجر للداتا. طيب او البيرسونال داتا بتاعت الكاستمرز بقت يعني ممكن يكون حصل لها اكسبوجر بس او اتحطت في ريسك معين ان هي يحصل لها اكسبوجر لناس مش اوثورايزد ان هم يوصلوا لها. طيب البرسنتج دي انا ممكن ابدا اقيس بقى هي وصلت كام، وصل يعني عندي 100 انسيدنت، لو لقيت في منهم 5 انسيدنتس فور اكزامبل الموضوع ده حصل بيزد على ريسك ابيتايت بتاعي، هبدا ينور عندي حاجه، ينور عندي ان انا طبعا لما الرقم ده زاد يعني كل ما الرقم ده هيزيد هيبان ان انا عندي فرود ريسك، ان انا ممكن يحصل عندي فرود او يعني خلاص انا عرضه للفرود ريسك، عرضه للريبيتيشنال ريسك ان انا سمعتي تتدمر، وهيدي المانجمنت هتعرف ان انا عندي مشاكل في التكنولوجي او في السايبر ريسك كنترول، ان انا مش بميت الكومبلاينس اوبليجيشن، ان انا مش بمشي بالبوليسز والبروسيجرز بطريقه كويسه. فمجرد ان انا مش محتاج احكي للناس اي حاجه، انا بس مجرد ان انا لقيت ان العلامه بتاعت او الكي ار اي بتاع البرسنتج اوف انسيدنتس وير كاستمر بيرسونال داتا از بوت ات ريسك دي نورت احمر، او خلاص انا عديت فاليو معينه، خلاص انا عرفت ان انا فعلا في مشكله ولازم ناخد اكشن، لازم يبقى في اكشن بلان على الموضوع دوت. فدي بانديكيتور واحد معناه كل الكلام دوت، فانا وانس ان الانديكيتور ده نور خلاص انا عرفت ان كل الحاجات دي هتابلايد. طيب خلينا نقول الـ KRI development بيمشي بأربع مراحل: Identification, Selection, Reporting, Actions. الـ Identification إن أنا ببدأ أبص على الـ High Risks اللي موجودة قدامي، الـ High Risks اللي موجودة عندي، Prioritize الـ Risks اللي موجودة، وأحدد المتريكس اللي أنا هستخدمها. يعني مثلا في المثال اللي فات إن المتريكس اللي موجودة عندي Number of Incidents Results في الآخر إن الداتا حصل لها Exposure، فلازم تبقى الأرقام ديت عندي دقيقة، وأعرف لما أجي أحدد المتريكس دي محتاج أعرف تحديدا أنا هلم الداتا إمتى. يعني الجزئيه بتاعت هعرف الداتا امتى دي مهمه جدا، والا هبقى انا في الفراغ. يعني انا مش عارف ان انا كل شهر هبدا احسب العدد الانسيدنس دي وكم مره حصل اكسبوجر، لان انا زي مثلا لو انا عندي خلال 5 سنين الفاليو مختلفه عن خلال اسبوع، يعني فلازم ابقى عارف كام حاجه حصلت امتى وهرجع اقيس الفاليو دي امتى. وجزء من الايدنتيفيكيشن ان انا اشوف هل في مشاكل في الماتريكس، لو الداتا مش موجودة أنا مضطر إن أنا أبدأ أكولكت الداتا دي. تاني حاجة السلكشن، ديت أنا هحدد أنهي إنديكيتورز هي اللي مهمة، هتأكد إن الإنديكيتورز ديت ميجرابل تراكابل بريدكتيف بتديني إنفورميشن. الريبورتنج يعني الداشبورد هقدم الميتريكس دي إمتى، هبص عليها إمتى. وأخيرا الأكشنز إن أنا بيزد على الكي آر آيز اللي ظهرت ديت او بيزد على الفاليوز بتاعت الكي ار ايز، زي هعمل داشبورد علشان اقدمها، هبدا اقارن الداتا بتاعت السنه دي بالداتا بتاعت السنه اللي فاتت وهكذا. طيب الكي ار ايز الكويسه المفروض ان هي تكون ريليفنت للريسكس الموجوده عندي، ميجربل اقدر اقيسها، بريدكتيف هتساعدني في ان انا اقدر اشوف الريسك بدري، سهل ان انا اقيسها، اوديتبل ان انا اقدر اعيد العمليه تاني عشان اطلع نفس الرقم. يعني مش هينفع ان انا اقول يا جماعه الكي ار اي دي يعني ريد وانا مش عارف اعيد القياس اللي انا قست بيه تاني، لان انا في الاخر انا محتاج ادك داون وبريك ثرو الكي ار اي دوت علشان اعرف انا فعلا عندي مشكله ولا ما عنديش مشكله. كومباربل اقدر اقارنها حصلت قد ايه الكيو اللي فات الكيو اللي بعديه وهكذا. طيب هتكلم شويه دلوقتي عن اكزامبلز عن الكي ار ايز، دي اكتر حاجه غالبا هتبقى ممتعه، يعني ان ايه الكي ار ايز اللي انا ممكن ابدا احسبها في الاورجنايزيشن بتاعي علشان تسهل لي الفيزابيليتي بتاعي. يعني مثلا دي جزء منها
هتساعدني في ان انا اقدر اشوف السكيورتي اوبريشن سنتر بتاعي الكفرج بتاعه كويس مش كويس، في ريسك في الكفرج او في انا ما عنديش كفرج، فبالتالي ان السكيورتي اوبريشن سنتر بتاعي اصلا ما عندوش فيزابيليتي، فبالتالي الاتاك ممكن يحصل وانا ما اعرفوش، فبالتالي انا عرضه للاتاك. يعني ده التسلسل بتاع الكي ار اي، انت طلعت فاليو، الفاليو دي معناها كل الحاجة اللي بعد المينينج بتاع الرقم دوت. ففور اكزامبل مثلا ان انا عندي السيم انتجريشن مع السكيورتي ديفايسز، لو انا عندي اكتر من 5% من مجموعة من السكيورتي ديفايسز مش انتجريتد مع السيم، فانا عندي 5% من السكيورتي ديفايسز انا مش شايف الداتا بتاعتهم في السوق، فدي كارثه. دي في الاورجنايزيشن دي بتتريجر ان انا عرضه لريسك عنيف. طيب لو انا عندي 3%، طيب 3% انا قلقان، لان انا 5% دي معناها ممكن يكون في واف كامل مش اخد منه لوج، او اي بي اس مش اخد منه لوج، فده بيعني ان انا عرضه ان الاتاك يحصل وانا ما اشوفوش. فدي واحدة من الـ KRIs المهمة، ان انا ابقى عارف الـ coverage بتاع السوق بتاعي عشان اقدر ابريدكت ان في ريسك هيحصل من الجزئية دي. طبعا ده ممكن يتابلاي على بقية الـ network devices، ممكن يتابلاي على whatever servers او كده، نفس الـ idea بتاعت الـ calculation بتاعت الـ SIM integration. بس الريسك ابيتايت ممكن يختلف، ان انا ممكن يبقى بس 10%، ان الريد اليرت يفاير عند 10% لو انا عندي سيستمز والديفايسز ما هماش انتجريتد مع السيم. طيب في برضو من الستاندرد كي ار ايز ان انا عندي برسنتج معينه من الكيسز ما اتحلتش. يعني انا عندي اتفتح 100 incident موجودين، ال 100 incident دول كام incident منهم اصلا ما السوك سنتر بتاعي ما قدرش يوصل للروت كوز؟ دي كويستشن مارك كبيره، ان الرقم ده لما يزيد عن عدد معين معناها ان في مشكله، ان انا عندي كيسز مش عارف الاتاك ده حصل لي ازاي. فلما الرقم ده بيكبر يبقى انا عندي مشكله في جزئيه، اللي هي انا عندي السوك مش ايبل، او الانسيدنت ريسبونس تيم مش ايبل ان هو يوصل للكور بتاع المشكله، مش قادر يحدد الروت كوز اناليسيس. عندي مشكله ريليفنت ليها ان ممكن ما تكون اتحلت بس بعد وقت كبير، فيعني الايشو حصلت وبعدها بشهرين اصل الروت كوز بتاعها كان كذا. فانا المفروض بحط سي اس ال اي ان انا المفروض ان الانسيدنت دي هتحل بعد شهر، فلا هي اتحلت بعد شهرين، عرفت الروت كوز بعد شهرين، حليت المشكله بعد شهرين. فده بيرفلكت ان هل انا شغال صح، هل السوك تيم بتاعي او الانسيدنت ريسبونس تيم بتاعي او الكوربريت تيم بتاعي فعلا افكتيف، قادر يحل المشاكل وقادر يعرف الروت كوز بتاع المشكله، قادر يحل المشاكل. عندي برضو من الادفانسد كي ار ايز مثلا ان انا اقدر احسب، يعني يمكن ديت في منها تو فليفرز، يعني الكي ار اي دوت كام ببلش ذا سيرفيس حصل، يعني حصل لها ببلشنج على الانترنت، او كام سيرفيس حصل لها ببلشنج على الانترنت اضطرينا ان احنا نعمل لها ببلشنج من غير ما تبقى هاردند، يعني ما تعملهاش بنتريشن تيستنج. انا زي مثلا عندي 100 بورت مفتوحه على الانترنت في الاورجنايزيشن بتاعتي، كام واحد فيهم مش معمول له هاردنينج، فكام واحد خلال الكيو ده اضطريت ان انا اكسبت الريسك او اكسبت ان هو يبقى ببلشد على الانترنت من غير ما يتعمل له بنتريشن تيستنج. فده انديكيتور عنيف، يا اما بيقول ان انا عندي شورتج في الريسورس، طبعا معنى ان انا كل ما الرقم ده بيزيد معنى الاكسبوجر طبعا ان انا يحصل عليا اتاك كبير جدا، لان دي سيرفيس مش ببلشد فمش هاردن. فالمانجمنت لما تيجي تبص ايه ده، هو انا في الريد، انا دلوقتي في الجزئيه الريد، فانا معنى ان انا في الريد دلوقتي ان في خطر، او الخطر ده ايه؟ فمن غير ما تبدا تشرح هو الكي ار اي، الكي ار اي ليه معنى، ليه مينينج. ف معنى ان انا لقيت ان الرقم ده بقى رد، فده معناه ان انا في قلق ان انا يحصل عليا كومبرمايزيشن ثرو الواي ديت او ثرو السيرفيسز دي. طيب او طبعا ان انا في جزء تاني ان انا بقى اصلا اوريدي عامل سنسورز على الاي بيز بتاعتي، فمن بره، فانا خدت وقت قد ايه عشان اديتكت
ان حصل فلو في الشينج مانجمنت بروسس وحصل ببلش لسيرفيس من غير ما انا ابقى نوتيفايد. ف فكره ان انا اصلا قاعد بقيس هل انا السيرفيسز بتاعتي بيحصل لها ببلشنج من غير ما ابقى عارف او من غير ما ابقى اوير، فده كويستشن مهم جدا. لو ده بيحصل فمعنى كده ان انا عندي فلو في التشينج مانجمنت، ده اول حاجه. تاني حاجه ان الفاليو اللي الكي ار اي هيطلعها ان انا عرفت بعد قد ايه، فعرفت بعد قد ايه دي بترفلكت بالنسبه للمانجمنت في قد ايه الناس بتوع السوك او بتوع المونيتورنج او بتوع النوك او هو ايفر قادرين يشوفوا الانفايرمنت وايه التشنجز اللي بتحصل فيها، سواء بالفلو الطبيعي او الفلو اللي مش طبيعي. طيب برضو من الحاجات اللي بتقدر تديتكت بيها الستاتس بتاعت السكيورتي نمبر اوف كول باكس. فلو انا النمبر اوف كول باكس بتاعتي زادت، فمعنى كده ان at least the initial stage of compromisation. دي مش متوسعة شوية. A number of callbacks detected يعني within one month. فهل أنا يعني ال KRI دوت مختص بأن يعني أنا دلوقتي عندي callbacks، فلو number of callbacks زاد معناها ان انا at least ال stage الاولانية بتحصل اللي هي ال exploitation او ال infection بيحصل. فلما انا يحصل عندي ان ال KRI بتاع number of callbacks دوت زاد، فده معناه ايه؟ معناه ان انا potentially عندي مشكلة في ال first line of defense، ان انا ال infection نفسها بتحصل، ان ال exploitation بيحصل لها execution، ان الفيروس بيحصل infection. فده معناه ان انا عندي risk حقيقي ان يحصل فعلا ال compromisation تتم، وان الداتا يحصل لها leakage او يحصل الفرود او يحصل ال repetition damage. طيب برضو من الكيرايز اللي انا ممكن احسبها في الاورجنايزيشن بتاعتي، ودي مشهوره جدا، اللي هي البرسنتج اوف الكريتيكال سيستمز ويزاوت اب تو ديت باتشز، برضو بترفلكت ان انا لو الكفرج او يعني دي من الكيرايز المشهوره اللي غالبا فيري ستاندرد، يعني انا كام حاجه عندي في الاورجنايزيشن البرسنتج بتاعت السيستمز اللي نوت ابديتد، فهي ماهيش كفرد بالباتش مانجمنت، وبالتالي طبعا السيستمز دي بوتنشالي ان هي ديت اللي يحصل فيها الاكسبلويتيشن، هيحصل عليها الاتاك. فكل ما الرقم ده لو عدى رقم معين انا هبقى حاطه، فور اكزامبل لو عدى 5% من السيستمز ما هيش ابديتد، فهنا بيريز عندي ريد اليرت ان انا ممكن يحصل عليا الاتاك بمنتهى السهوله، وممكن ان فعلا الداتا يحصل لها ليكج او الاتاك ينجح. برضو من الستاندرد KRIs غير الباتش يعني في واحده مختصه بالكريتيكال سيستمز ويز اوت اب تو ديت باتشز، والثانيه لا الباتشز في المطلق، يعني انا عندي اللي هي كريتيكال سيستمز ديت الرقم. يعني هنا بقى بتفرق في الريسك بتاعتها، ممكن يبقى عندي اكتر من كي ار اي لكل الاورجنايزيشن وكي ار اي للكريتيكال سيستم. فانا بالنسبه لي الكريتيكال سيستم لا، يعني انا محتاج الرقم دوت يكون صغير. يعني مثلا عندي السيرفرز بتاعت سي الاكتف دايركتوري، السيرفرز الفيسنج انترنت، ما فيهاش هزار، انا يعني عايز اوصل اصلا ل 100%، فانا لو قليت عند 95% فانا فعلا عندي ريسك عنيف. لكن السيستمز اللي اقل اهميه لا، انا ممكن ابقى شويه عندي ريزيليانت في الحته دي. عندي كي ار اي عنيف جدا برضو ان هو نو لونجر سبورتد سيستمز، البرسنتج بتاعت السيستمز اللي هي اوت اوف سبورت عندي في النتورك قد ايه؟ طبعا زي مثلا ناس عارفين ويندوز 7 اولموست قريب خلاص هيكون بره السكيورتي ابديتس، يعني مايكروسوفت هتبطل تنزل له سكيورتي ابديت، فانا فجاه الكي ار اي ده هيبقى مهم جدا. لو انا اصلا الماشينز اللي موجوده عندي في النتورك كلها بتستخدم ويندوز 7، فانا نجحت ولا لسه الكي ار اي ده منور احمر، لان انا البرسنتج بتاعت الويندوز اللي هي مش نو لونجر سبورتد هيفضل ريد اليرت فتره لحد ما انا عندي مشكله.
وده بيقول لي ان احتمال الكومبرمايزيشن يكون اقرب ليا. يعني انا عندي دلوقتي no longer supported system, يعني ممكن يكون زي مثلا عندي IIS servers لسه بفيرجن قديمه مش بينزل لها ابديت, IIS سوري عندي جافا فريم ورك, عندي whatever version هو ما هوش supported. طالما مش supported يبقى انا ما اكسبكت يعني zero days من هنا للصبح. يعني انا دايما كل ما هيبقى zero day انا vulnerable للزيرو day دوت, وكمان الفندور مش هيديني الابديت. فدي برضو من الستاندرد KRIs اللي انا بعتبر ان الorganizations كلها لازم يعني typically يكون عارفة انا عندي كام system percentage بتاعت systems اللي no longer supported. طبعا انا بتراك يعني كل المفروض كل واحد من systems اللي no longer supported ده بيكون له يعني ريسك فايل لوحده والبلان بتاعه والاكشن بلان. بس انا بتكلم ان انا لما حد يقول لي اخبار السكيورتي ايه, فانا ببص على مجموعه من الانديكيتورز. الانديكيتورز دي في واحده منها ايه ده, انا عندي نو لونجر سبورتد سيستمز, وعندي باتش مانجمنت مشكله, عندي كول باكس. فتقدر تبقى عارف ترند بتاعك او مستوى السكيورتي بتاعك في الاورجانيزيشن من خلال ان انت تجمع الارقام. فكره اصلا ان انت تجمع الارقام وتبقى الارقام دي معاك بتديك فيزيبيليتي عنيفه على الاورجانيزيشن بتاعتك, انت عارف انت فين ورايح فين واقف فين فعلا. طبعا برضو بنفس الطريقه نو لونجر سبورتد سيستم دي ممكن ان هي لها برضو تو فليفرز, واحده ان هي سيستمز كريتيكال, واحده نون كريتيكال سيستم, بحيث برضو ان المانجمنت لو حد اكزيكتيف بيقرا ريبورت برضو ما تبقاش بتمسليد هم. يعني انا بالنسبه لي نو لونجر سبورتد سيستم والسيستمز كريتيكال دي الستاتس بتاعتها, لا هي جرين, لكن السيستمز اللي less critical برضو دي الستيتس بتاعتها اللي هي زي مثلا ريد. فما تبقاش يعني, لان خد بالك ان KRIs ديت ينفع تستخدمها لاستخدامين, يا اما تبروموت وتماركت للشغل بتاعك عن طريق ان انت يا جماعه انا KRIs بتاعتي كلها جرين, فالاكزيكتيفز هيبقوا فرحانين جدا ان انا هم فاهمين قيمه KRI ده, فلو هو جرين معنى كده ان انت شايف شغلك كويس, او ريد فان انا محتاج انفستمنت. فالانفستمنت او ان هي جرين ده على حسب المسج اللي هتوصل منها. فانت لازم تبقى دقيق ان انت توازن ما بين ان انت بتشوف شغلك ان شغلك كويس وتمام والاورجانيزيشن انستتيوشن بتاعتها عامله ازاي, وفي نفس الوقت ان انت لو انا عايز انفستمنت فيا جماعه بصوا انا عندي الحته دي منوره والحته دي منوره والحته دي منوره, وهنا كان في ريسك اكسبتنس ان انتوا ما رديتوش ان انتوا تابروف الابجريد عشان انا هابجريد ويب سفير, ده محتاج 20 كونسلتنت برقم معين قليل او كبير او وات ايفر يعني التكنولوجي, او الناحيه الثانيه ان والله خلاص انا الغلطان انا عندي ريسورسز ومش شغال. فانت لازم بتبقى في KRIs في الداشبورد بتكون حذر, لان هي ممكن تباك فاير عليك, يا اما تجيب بيها انفستمنت وتحسن السكيورتي وتدي الفيزابيليتي في الداشبورد, يا اما تقلب معاك بالعكس ان انت مش شايف شغلك او الواقع يعني فانت يعني لازم تبقى مركز في ايه KRIs اللي انت بتعرضها مش اللي انت بتعرضها, لازم تبقى فاهم معناها. يعني كل KRI تبقى فاهم معنى KRI اللي انت حاطه دوت ايه. طيب percentage of false positives دي مهمة جدا. زي مثلا عندي ودي بتستخدم كمان في ان انت judge technology معينة. يعني انا لو انا عندي device الديفايس دوت كل مرة بلاقي detection بتاعه 90% من الحاجات false positive, IBS كل شوية يوقف لي الترافيك, واف كل شوية يوقف لي ترافيك, اكس من التكنولوجي ممكن يكون الفولس بوزيتيف ريت بتاعه عالي. فالفولس الريت اوف فولس بوزيتيف دوت هو بيخليني اقدر اعرف هل التكنولوجي ديت سليمه او مش سليمه, او حاجه تانية الاوبريتورز او الكاستيديان بتاع التكنولوجي ده هو فاهم اصلا يوبريت التكنولوجي, يعني هو فعلا قادر يكستمايز التكنولوجي بطريقه دقيقه ولا لا. فانا بالنسبه لي KRI دوت يعني احيانا الناس بتابلاي على سبيسيفيك تكنولوجي على سبيسيفيك جروب او على السوك نفسه, هل السوك بيريبورت او الفيرست لاين اوف سوك قاعد بيريبورت فولس بوزيتيفز كتير, فانا عندي مشكله في الفانكشن دي ان هو بيريبورت مسليدنج انفورميشن, فالمسليدنج انفورميشن ديت ممكن
تعمل لي مشكله. فان هي بتفلد السكند تير والثيرد تير وبتاخد من الوقت بتاعهم على الفاضي. فالبرسنتج اوف فولس بوزيتيف از ا كي ار اي هو فاكتور مهم جدا. انا بعتبره من الحاجات, مش شرط يبقى يعني ان الكي ار اي دوت يكون على حسب الليفل ان هو يروح للمانجمنت, بس اتليست انا محتاجه على التكنولوجيز ومحتاجه على السوك فانكشن. طيب احنا قربنا نخلص ال الجزئيه او الاكزامبلز. في يعني تحبوا ان انا اروح اقول لكم براكتيكال تيبس ولا عايزين كي ار ايز كمان ممكن تستخدموها؟ براكتيكال تيبس. اوكي برضو من البراكتيكال تيبس اللي احنا لازم نتحرك فيها, او البراكتيكال تيبس اللي ممكن تساعدك ان انت فعلا يعني لما تيجي تعمل في الاخر الداشبورد الاخيره او الكي ار ايز اللي انت هتستخدمها بحيث ان هي تكون افيشنت, اول حاجه ان انت تقلل عدد الكي ار ايز. يعني كل ما عدد الكي ار ايز بيقل, ان الكي ار ايز دي بتحتاج شغل حواليها ان انت تقيس الماتريكس اصلا نفسه او نفسها وتبدا تلم الداتا وتبدا تركز علشان يكون اكيوريت, فهو محتاج افورت. يعني الموضوع مش بسيط قوي لحد ما يستابلايز. في كي ار ايز سهل ان انت تطلعها بسكريبت يرن يطلع لك كل الماشينز اللي موجوده, ايه اللي عليه انتي مالوير وايه اللي ما لهوش انتي مالوير, ايه اللي ابديتد ايه اللي مش ابديتد. ممكن حاجات سهله, لكن في حاجات بتحتاج افورت اكتر وسكاننج من بره وان انت تفولو بروسيس معينه عشان تنجح. من التابس المهمه جدا ان انت تقلل عدد الكي ار ايز على قد ما تقدر, وكل ما الكي ار ايز عددها يقل ويقدر يكفر ريسكس اكتر ده نجاح ليك. تاني براكتيكال تيب ان انت مش شرط ان انت بس تبقى يعني الداتا سورسز بتاعتك تبقى انترنالي. ممكن انترنالي ممكن تبدا تبص بره, تشوف شودان, تشوف سنسس, تشوف الاوبن انتليجنس, بحيث ان ده يبدا يديك معلومات تقدر تبني بيها كي ار ايز. كميه تبدا تشوف البراند بروتكشن سولوشنز دي تبدا تعرفك انا في اتاكس اكتر بتحصل لي دلوقتي, الاتاكس قلت, الفولنربيلتيز من بره, الاكسترنال بروفايدرز اللي بيطلعوا لي ايشوز, الناس اللي بتعمل لي بنتريشن تيستينج, كل الداتا دي تقدر تستخدمها. فانت ما تعتمدش بس على الداتا اللي انت بتقدر تجنريت من جوه, لكن برضو استخدم ثيرد بارتي. طيب طبعا لو نجحت ان انت اوتوميت الداتا ديت بدل ما تبقى مجرد داتا, مش مجرد داتا, بدل ما انت تبقى بتعمل الداتا مانيولي, طبعا كل ما يبقى فيه اوتوميشن كل ما يبقى فيه انتجريتي اكتر. داتا مش ملعوب فيها, كي ار ايز مش مضروبه, لا هي كي ار ايز فعلا جينين. فكل ما يبقى فيه اوتوميشن كل ما ده هيرفلكت في الكريديبيليتي, وطبعا هيوفر عليك وقت وعلى الريسورسز بتاعتك. من الحاجات برضو اللي انت ممكن تعملها, هل في كي ار ايز اقدر اعرف بيها البرفورمانس مثلا بتاعت الفولس بوزيتيف, تقدر تعرف بيها الناس شغاله كويس ولا لا. الباتش مانجمنت معظم الكي ار ايز اللي هي القويه تقدر لما تشوف الريزلت بتاعتها تعرف التيم شغال صح ولا لا. فانت لما بتربطها بالبرفورمانس بتاع التيم, يعني يعني قصدي مش كتيم كاشخاص, كبرفورمانس بتاع الفانكشن نفسها, تقدر تعرف منها اكسترا انفورميشن, بتبقى بتديك سكيورتي وبتديك الناس شغاله صح ولا لا. الكي ار اي طبعا ممكن او كي ار ايز بتساعدك ان انت تحدد الريسك ابيتايت الحقيقي. يعني مثلا يا جماعه احنا مش هينفع عندنا ولا ماشين في الشركه يبقى ما عليهاش انتي فايروس, او ولا ماشين في الشركه تبقى مش ابديتد. تيجي تشوف الفاليو بتاعت الكي ار اي او تشوف الماتريكس, لا انا عندي بس 80% ابديتد وال 20% التانيين مش ابديتد. طب ايه؟ لا اصلا تبدا اصلا انا عندي هنا السيستم ده عشان ابجريد ومحتاج 10 مليون دولار, والسيستم ده محتاج 50 ريسورس, والسيستم. فلما تيجي تسيتل فاليو فعلا بتاعه الكي ار اي هيعرفك امتى فعلا تاكسبت الريسك,
والفاليو الحقيقيه بتاعت الريسك اكسبتنس او الريسك ابيتايت بتاعتك. ما تبقاش بتقول كلام في المطلق اللي هو جماعه احنا بكره الصبح انا مش عايز ولا ماشين في الشركه مش على ليتست فيرجن. طب حضرتك عارف الكوست بتاع الموضوع دوت يعني يعني حضرتك مستوعب ماشي على عيني انا نفسي اخليهم كلهم كده بس ده ماش دوبل. فبتيجي الميتريكس دي بتعرفك انا 80%. طب فالمانجمنت سالك انت 80% ليه؟ عشان 1 2 3 4 5 6 7. فبتخليك فعلا قادر ان انت يا اما تاكسبت الريسك وانت عارف اصلا الريزنينج بتاعه انت شايف اساسا السيتويشن بتاعك فتقدر تحدد فعلا الريسك بتاعت الحقيقيه. طبعا الكير ايز المفروض تكون يعني ان انت دايما الكير ايز المهمه او اللي بترفلكتيف فاليوز معينه لازم ان انت تكومينيكيت مع المانجمنت. لازم يكون في ريبورتنج. من اظرف الحاجات ان انت يبقى عندك داشبورد. لو نجحت تعمل الداشبورد ديت تبقى حاجه عنيفه تبقى عارف بالظبط انت واقف فين. المانجمنت عارفه انت ايه الستاتس بتاعتك تتحرك على فين. فدي بتكون افكتيف قوي. اخر حاجه ان انت لازم تعرف ان الكير اي مش بيمانج الريسك ولا بيحله. هو الكير اي هو وظيفته الوحيده ان هو يقولك خد بالك ان في ريسك جاي من بعيد. شكرا. في اي اسئله؟ يا سلام. شكرا. مرسي جدا ليكم.